محذراً المتلاعبين بأسعار الصرف. السوداني يؤكد اتخاذ قرارات جريئة لدعم الدولار ويعد بإنجاز موازنة مختلفة. الديمقراطي يتحدث عن ملفات تعيق تفاهمات بغداد وأربيل. الاتحاد يفتح النار على من وصفهم بمشتري الفتن. تتابعون أيضا في نشرة المنتصف لمرحلتي المتوسطة والإعدادية انطلاق امتحانات نصف السنة. التربية تؤكد العام الحالي لن يتضمن دورا ثالث. أهلا بكم في نشرة المنتصف من الرابعة. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة لدعم الدولار محذرا من التلاعب بالأسعار. السوداني في كلمة له على هامش الحفل التأبيني المركزي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم شدد على أن أولوية حكومته هي مكافحة الفساد ومواصلة دعمها لإعادة سعر الصرف إلى سعره السابق. فإن الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزء من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياسات المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية. لقد اتخذنا جملة من القرارات الجريئة في مدة قصيرة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على أوجاع الناس واحتياجاتهم. لم يرتفع سعر الصرف نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد تعامل مع الخطوات والآليات المصرفية الجديدة. من جهته أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن البرلمان ضمن حقوق الشهداء وعوائلهم بالتشريعات والقوانين. الحلبوسي أشار إلى أن البرلمان يحرص على إنجاز التشريعات المنسجمة مع البرنامج الحكومي وإقرار القوانين المهمة. ضرورة العمل الجاد والهادف لتوظيف هذه التضحيات خدمة لمشروع الدولة ومؤسساتها الدستورية، فالذين قدموا حياتهم لهذا الوطن كانوا يأملون عراقا قويا مقتدرا يسير في ركب الازدهار والتطور. وبهذا الصدد لقد حقق مجلس النواب مقدارا مهما من الإنجاز التشريعي المتعلق بالحقوق الواجبة للشهداء وعوائلهم وضمان حياتها بشكل يليق بعنوان الشهادة، وما زال المجلس حريصاً كل الحرص على إنجاز كل التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن وتنسجم مع برنامج الحكومة. أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أنه لا يمكن لأي حكومة تنفيذية أن تعمل من دون إسناد سياسي وبرلماني فاعل ومؤثر. الحكيم شدد على أنه لا يمكن إحداث التغيير المنشود والإصلاح المطلوب ومواجهة العقبات والقيود من دون الالتزام بإجماع الكلمة منهجا في العمل السياسي العراقي. فلا يمكن إحداث التغيير المنشود والإصلاح المطلوب ومواجهة العقبات والقيود من دون الالتزام بإجماع الكلمة منهجا في العمل السياسي ومسارا في توحيد الجهود. ولا يمكن لأي حكومة تنفيذية أن تعمل من دون إسناد سياسي وبرلماني فاعل ومؤثر. ولا يمكن أيضا لأي سلطة تشريعية أن تراقب وتصحح من دون تفاعل وتعاون حكومي متزن.
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن إشكاليات قال إنها تعيق التوصل لاتفاق نهائي بما يخص موازنة 2023. أعضاء الحزب صالح عمر ذكر أن أبرز الملفات الشائكة بين بغداد وأربيل هو كمية النفط التي سيسلمها الإقليم وأحقية حكومة كردستان العراق بتصدير النفط والغاز، فضلاً عن ديون الإقليم التابعة للشركات النفطية والبنوك. ولفت عمر إلى أن تلك الإشكاليات سيتم الاتفاق عليها بين حكومتي المركز والإقليم. قالت اللجنة المالية النيابية أن مجلس الوزراء سيناقش قانون الموازنة الاتحادية العامة في جلسة الأسبوع المقبل. عضو اللجنة نائب معين الكاظمي أوضح أن التضخم المالي في بعض المشاريع في موازنة العام 2023 تسبب في تأخر إرسالها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن وزارتي المالية والتخطيط تعملان على إنجاز المسودة النهائية للقانون وإرسالها إلى الحكومة قبل انعقاد الجلسة القادمة. وصف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأمر الوقتي، عازيا زيادة أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية إلى المضاربة والجشع الحاصل لدى بعض التجار. وقال صالح أن احتياطي العراق من العملة الصعبة كبير جدا ويغطي التجارة لأكثر من 20 شهرا، في حين أن المعيار العالمي هو 3 أشهر، مبديا استغرابه من اشتعال أسعار السلع والمواد بهذه الطريقة المفاجئة. شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في بورصة العاصمة بغداد، وقال مراسلون أن أسعار الدولار شهدت استقرارا نسبيا، إذ سجلت أسعار البيع 162,200 دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الشراء 162,000 لكل 100 دولار أمريكي. كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن جمع عدد من النواب من لجان نيابية مختلفة 50 توقيعا لتعديل التعرفة الجمركية على المواد الغذائية. رئيس اللجنة حسين السعبري أشار إلى أن ذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أدى إلى تأثيرات سلبية في استيرادها وغيرها من السلع الاستهلاكية. وأوضح السعبري أن ارتفاع سعر الحاوية المستوردة سيدفع التجار إلى اللجوء لمنافذ استيرادية أخرى غير مسيطر عليها من قبل الدولة، لافتا إلى أن ذلك سيتسبب في زيادة البطالة. وجه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بابل طلباني رسالة جديدة أكد فيها أن السياسة لا تمارس بالعناد وتشويه سمعة الآخرين. وأضاف طلباني في رسالته أن أبواب حزبه مفتوحة أمام جميع القوى السياسية التي تريد العمل بروح كردية وبعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة، مشيرا إلى أن خلق الفوضى والضجيج الإعلامي لم يكن أبدا سببا لإسعاد الناس، بل أداة لدفعهم لليأس من مجمل الأحزاب والقوى وعملية إدارة الحكم في البلاد. قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أن التواصل مستمر مع بغداد لحين إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي. بارزاني خلال اتصال هاتفي مع المنسق الرئاسي الأمريكي للبنية التحتية أموس هوكستن أشار إلى ما وصفه باستعداد كردستان العراق للتوصل إلى حل دستوري لجميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، مشيرا إلى الاستمرار في إنتاج وتعزيز قطاع الطاقة في الإقليم لغاية التوصل مع الحكومة المركزية إلى حل نهائي.
كشفت لجنة النزاهة النيابية شبهات فساد بقرابة 400 مليار دينار في تجهيز السلة الغذائية. عضو اللجنة هادي السلامي ذكر أن الموضوع تمت إحالته على جهاز الإدعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومحاكم تحقيق النزاهة كون الموضوع يتعلق بهدر المال العام. وتابع السلامي أن عملية الفساد مستمرة في وزارة التجارة. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل 2 من عصابات داعش الإرهابية وتفجير عدد من المضافات والعثور على مواد متفجرة وأسلحة متنوعة في محافظة كركوك وديالى. وذكر المكتب الإعلامي للجهاز أن مفارزه قتلت 2 من عصابات داعش الإرهابية وفجرت عددا من المضافات وعثرت على مواد متفجرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة في وادي زغيتون بمحافظة كركوك وسلسلة جبال حمرين في ديالة. أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير 4 أوكار تابعة لعصابة داعش الإرهابية بضربات لصقور الجو في قضاء الطوز. وذكر بيانا للخلية أن العملية جاءت بعد تنسيق بين الجهد الاستخباري وجهاز المخابرات الوطني مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العملية المشتركة ورصدها 4 أوكار للإرهابيين شمالي قضاء الطوز، مضيفا أن صقور الجو نفذوا بواسطة طائرات F-16 ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير هذه الأوكار وقتل من فيها من عناصر إرهابية. أعلنت وزارة الداخلية نتائج الردع الأولى التي أطلقت لمكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات. الوزارة في بيان ذكرت أن مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اعتقلت خلال العملية 3882 متهما بتجارة وترويج ونقل وتعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم 138491 كيلوغرام من المخدرات بمختلف الأنواع. وأوضحت الوزارة أن العمليات الأمنية والاستباقية ستستمر في دك أوكار تجار ومروجي وناقلي المخدرات. وتنفيذا للقرارات القضائية التي أصدرها وزارة القضاء والتحقيق المختصين في مجلس القضاء الأعلى الموقت. أنفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عملية الردع الأولى بالإشراف شخصي ومباشر من قبل السيد وزير الداخلية بدك أوكار تجار المخدرات في محافظة بغداد وباقي المحافظات. تم تحديد الأهداف الاستراتيجية والقبض على 3882 بجريمة المخدرات. الجرم المشهود هو بموجب قرارات قضائية.
انطلقت امتحانات نصف السنة لمرحلتي المتوسطة والإعدادية في عموم العراق للعام الدراسي 2022-2023. وقالت وزارة التربية في بيان أن مئات الآلاف من الطلبة توجهوا إلى المدارس لأداء امتحانات نصف السنة، مشيرة إلى أنها سخرت الإمكانيات المادية والبشرية كافة وبالتنسيق مع الجهات الداعمة لعملها ضمانا لانسيابية العملية الامتحانية. وأضافت الوزارة أن العام الحالي ليتضمن دورا ثالثا ولجميع المراحل الدراسية كافة. رغم استمرارية عملها، لا تزال المصانع في النجف الأشرف تراوح مكانها وتحاول مواصلة إنتاجها بشق الأنفس، فما بين المنتج المستورد وغياب الدعم الحكومي يبقى مصيرها مجهولة. تنتشر في وسط وعلى أطراف محافظة النجف الكثير من المصانع التي كانت تغطي أغلب احتياجات البلد، فمعامل الإسمنت والألبسة والإطارات كذلك الجلود تعاني من الإهمال الحكومي. وعلى الرغم من محاولات هذه المصانع في تحسين إنتاجها، لكنها تحتاج إلى الدعم الحكومي لتعود للمنافسة مع المستورد من جديد. بصراحة بالفترة الأخيرة أنه معالي وزير الصناعة والمعادن وجهنا بتشغيل كافة مصانعنا اللي هي متوقفة والمتلكئة من قسم المشاركة والشركات المستثمرة، وسعينا بصراحة جاهدين إلى تطوير هذه المصانع، وخاصة معمل سمنت الكوفة، عفوا النجف الأشرف، ومعمل سمنت بابل. هذه المصانع كانت تشكل رافدا مهما للاقتصاد العراقي، إذ يرى مختصون إنها تحتاج إلى تحديث خطوطها وسن قوانين جديدة والحد من سياسة إغراق السوق بالمستورد. كل هذا إذا وضع بالاعتبار سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد الوطني. المحاولات لحد الآن تصطدم بمجموعة من القضايا والتشريعات، يعني ذكرت معامل الاسمنت، معمل الاسمنت يعامل للدولة، يعامل معاملة معمل الاسمنت اللي مستثمر من حيث تجهيزه بالوقود وبأسعار تجارية وليس بأسعار تخصصية وداعمة. هذه المعوقات تجعل من المعامل الحكومية عاجزة عن منافسة المعامل الاستثمارية والخارجية. مواطنون طالبوا بإعادة هذه المصانع إلى كامل إنتاجها، مؤكدين إن دعمها حكومياً سيسد حاجة السوق المحلية، إضافة إلى تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل. الحكومة العراقية على الدعم هذه المعامل أكيد راح توفر بالدرجة الأولى هي فرص العمل للمواطنين، للشباب، للعاطلين عن العمل. اليوم نطالب الدولة بدعم الحديد، المواد الأولية، الحديد والسمنت، معامل الخياطة، توفر لنا هذا المنتج. التوجه نحو الاستثمار الصناعي من الممكن أن يسهم في إحياء الصناعة العراقية، ووفق دراسات اقتصادية فإن مصانع النجف لوحدها كافية لإضافة موارد أخرى تضاف إلى ميزانية الدولة. تحسين الشيخ، الرابعة، النجف الأشرف. شهدت مدينة الموصل ومشارفها نفوق أعداد كبيرة من الأبقار والجاموس جراء انتشار مرض الحمى القلاعية. المستشفى البيطري في المدينة أكد أن بياناته سجلت أعدادا ليست بالقليلة من الإصابات، وأنه تم أخذ العينات النسيجية والدم لإرسالها لمختبرات العاصمة لفحصها. بينما أكد مربو الجاموس والأبقار في ناحية وانا نفوق ما يقارب 80 جاموسة وبقرة في بلدة بادوش، داعين الجهات الحكومية إلى تحرك عاجل. في الموصل يستشري مرض الحمى القلاعية بين المواشي ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين والمربين الذين طالبوا بتحرك عاجل لإنقاذ ما تبقى من مواش. تحسين، أحد مربي للعجول في قرية جوجل المشهورة بتربيتها ليس بالموصل فحسب بل على مستوى العراق، لم يكن يعلم بأنه سيفقد العشرات منها في غضون أيام نتيجة إصابتها بمرض الحمى القلاعية.
حال الرباط بقوق جلي هذا شايفين الحلال، يعني يوميا 150 الى 200 راس يروح من عجول مال قوق جلي، تقريبا مليار يوميا يروح. والناشد الحكومه هذا الحمى القلاعيه اشقد نجيب ادويه واسم كل المناطق كله يطلع فاسد. هسه تروح على البيطره يقول كل شيء ما عندنا، هسه نحن نريد صوره حل من عندكم من الناشد الحكومه الناشد جميع. اعداد المواشي النافقه يصل الى 100 حاله في كل يوم، وهذا العدد كبير بالنسبه لخطوره الفيروس الذي يعد سريع الانتشار. وهناك أعداد كبيرة مصابة ومن الممكن أن تتعرض إلى النفوق في أي وقت ما لم يتم التدخل السريع من مديرية البيطرة والزراعة في المحافظة. ماكو دعم من الحكومة، لا من الحكومة ولا من دائرة البيطرة البوكجل. علاجات ماكو وأمراض متوفرة يعني منتشرة بالبوكجل. الهلاكات كثيرة يوميا اقل شيء 100 عجل يموت عندنا. حمى القلاعيه سمنتشر كل بيت يوميا، القريه كلهم 100 راس يوميا يروح له. تعال شوف الوادي. ايه ما دعم، ايه ما دنيا، ايه ما زراعه، ايه ما بيطره. هسه الحكومه سوينا دعم سنة حال نجم بيوتنا. شوف الاجمان البيت. لا اقول لك ما مليار 800 مليون هذاك هون بالوادي. المئات من مربي المواشي في قريه جوجلي ومناطق اخرى تكبدوا خسائر ماليه كبيره. ورغم عدم وجود إحصائية رسمية بشأن أعداد نفوق العجول، إلا أن المربين قدروا خسائرهم بما يزيد على مليار دينار لكل يوم. وسجلت الجهات الصحية انتشارا واسعا لمرض الحمى القلاعية، ما أدى إلى نفوق المئات وسط دعوات لوزارة الزراعة لتوفير اللقاحات المضادة للعمل على منع انتشارها في المحافظات الأخرى. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. مع انطلاق حملة الباحث الاجتماعي في كركوك، حذر باحثون من استغلال الحملة من قبل ضعفاء النفوس عبر نشر أسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز الفقراء وعوائل الشهداء مالية. 84,000 مستفيد ضمن الحملة المليونية للباحث الاجتماعي التي تنفذها شبكة الرعاية الاجتماعية في كركوك. المسح الميداني الذي نفذ ب60 باحثا تعدى المشمولين تحت خط الفقر إلى ما دون الخط، مستهدفا الحالات الإنسانية بشكل خاص. انطلقنا من قسم الحماية الاجتماعية كركوك مسافة نائية حقيقة، نهاية الكركوك بيننا وبين صلاح الدين، وإن شاء الله احنا في صدد إكمال إجراءات المناطق النائية اللي موجودة في هذه المنطقة وبدعم من السيد المحافظ وبشكل مباشر. وإن شاء الله يعني بما أنهم قدموا على الإلكتروني أو من حالات ما قدموا على الإلكتروني ولكن حالات صعبة هم نقوم بالنظر بها إن شاء الله، ونرفع لاستحصال الموافقات عن طريق المدير العام ورئيس الهيئة، وإن شاء الله تكمل الإجراءات وإن شاء الله ينشملون بالإعانة. الباحثون حذروا من محاولات بعض ضعاف النفوس استغلال الحملة من خلال نشر أسماء وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي بشمول المستفيدين براتب الشبكة ليتم ابتزازهم ماليا عن طريق الاتصال. أكو صفحات وهمية على الفيسبوك ناشرة رابط كل الأسماء اللي موجودة به هي أسماء وهمية ومو صحيحة. احنا نطلب من عندكم انتو اللي قدمتوا، احنا عندنا قاعدة بيانات، عندنا رابط قسم الحماية الاجتماعية كركوك، رابط هيئة الحماية الاجتماعية بغداد، ورابط الوزارة، هذن اللي معتمدات، غير رابط لا تعتمدون عليه لأن بي استفزاز، بي مثلا يقول لك اسمك طالع انطيني فلوس. انتظر من عندنا شكوى واحد مقدم، ينتظر من عندنا اتصال من الباحث الاجتماعي. المواطنون أثنوا على التحرك الجادي لأفراد شبكة الرعاية الاجتماعية برصد الحالات الإنسانية في عقر دارها كونها وصلت إلى أبعد نقطة ليقضية ونواحي كركوك. نشكر كادر الباحثين الرعاية الاجتماعية وصولهم إلى أبعد نقطة في محافظة كركوك بالقرب من جبال مكحول. ثانيا يعطون كل شخص ذي استحقاق يعطوني حقه، يعني كل الناس المحتاجة يصلونها إلى أبعد الحدود ويعني يدخلون على المنازل ويشوفون الحالات الإنسانية في عيونهم.
البرنامج الحكومي الذي بدأت فقراته تحاكي معاناة المواطن البسيط يراه مراقبون خطوة نجاح لرفع المستوى المعيشي في البلاد. من داخل قرية الحوائج التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك، مهند التميمي، قناة الرابعة. العراق بطلا لخليج 25 في البصرة للمرة الرابعة في تاريخه. العراقي لا ينكسر، لا ينهزم، لا ييأس، لا يستسلم. شعب يحب الحياة ويستحقها أكثر من أي وقت مضى. شكرا لكل العراق ومبروك لكل العراقيين قيادة وشعبا. متوجاً بملوحة البصرة وكأس الخليج، يعود منتخب الأسود إلى المدينة المدورة عاصمة الثقافة والتاريخ مختتماً رحلة دامت 19 يوم لم يكن فيها العراق إلا كما شاء أهله أن يكون دوماً، محوراً للإعلام ونافذة للحياة ومائدة كبيرة تشع طيبة وكرمة. أيام لم تعكس سوى كل ما هو جميل في العراق، العراق العظيم، وأظهرت المعدن الأصيل لأهله بعد أن حاولت مخلفات الفكر المتطرف والتشدد أن تلوثه بغبار الفتن وتخفي ألوانه القزحية بلوني الدم والسواد. 19 يوما لم تكن سوى البداية ولم تكن سوى بث تجريبي لما ينتظر العالم من أفراح ستكون أرض السواد مركزها الإشعاعي من جديد. بختام المسك يسدل الستار عن بطولة خليجي العرب، خليجي بصرة السياب، ملتقى النهرين وحضن العرب، بطولة كان لها العراق خير مستضيف وأروع منظم وأقدر منتصر. بطولة ترجم العراقيون بطبيعتهم أجمل صور السخاء والعطاء. صور ابتدأت بحفلها الذي أبهر الدنيا حين رفرفت بصيرة القلب بعالم بلادها معلنة انطلاق الحدث. وعلى بركة الله انطلاقت خليج 25. مشاهد جعلت من وسائل الإعلام العربي تتسابق قبل المحلي دخول الأزقة لرصد وتوثيق جود غير مألوف وحفاوات ترحيب كتلك التي يستقبل بها الملوك الفاتحون، وباتت مادة تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي. يا جماعة والله الذي لا إله إلا هو، خضنا هذا الفلوس ومثل ما أخذناهم رجعناهم بعد مرور 4 إلى 5 ساعات على الشط. يعني فرحان بشوفتك، فرحان بكلامك، ما ودي تخلصي. العين غطا وعين فراش، والله تدللون علينا، اللي يجيك من عليك؟ هذا حكي هنا يمه، يقول اللي يجيك من عليك، مو انا من عليك. وامتد بايام هذا المحفل الكروي سخاء بصريا لا غرابة فيه، فهم ابناء شعب ديدنه الكرم. إلا إن الغرابة بما غصت به مدرجات الملاعب، فأبناء الرافدين سخوا بكل شيء حتى الحضور ومؤازرة فرق في مباريات لم يكن فيها العراقي من طرف أو كان طرفا في ملاعب أخرى. أسامة، حلوة العراق، حلوة 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 العراق، حلوة العراق بأجواءها بشعبها بجمهورها، وحسدني كمل الاستوديو. من 7000 سنة وهي حلوة يا محمود، من 7000 سنة. شعب اعتاد على نفض غبار الحرب متمسكا بأمل الحياة، فهو الشعب ذاته الذي ولد من رماده مرات ومرات.
شعب أبى أن يعرف المستحيل من طريق، فهنا تترجم الأمومة بأبهى صورها، فكانت عينا لكفاف ابنتها في مساندة أبناء بلدها. فباتت حديث الخليج وحكاية شعب عشق كرة القدم، فعشقتهم البطولات. صورنا جعلت من جميع معلقي القنوات العربية الرياضية يتغنون حباً بالعراق بدلاً من وصف أجواء الملاعب، واحتدمت المقدمات فعجزت أن تجد للعراق وشعبه من وصف. في العراق أينما وليت وجهك تذهل، حيثما تسير يأسرك الكرب وليس كأي كرب. فها هي ذا أرض الرافدين عند ملتقى النهرين حضن العرب، وها هي أرض البدايات وأم النهايات ومستقر الأمم. وعذرا يا ضيوفنا الكرام، سنكرمكم بكل شيء إلا كأس هذه البطولة. مصطفى علوش، الرابعة. تابعي الرابعات الرياضية. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه الفرحة الكبيرة والصور الجميلة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز عناوينها. محذراً المتلاعبين بأسعار الصرف، السوداني يؤكد اتخاذ قرارات جريئة لدعم الدولار ويعد بإنجاز موازنة مختلفة. الديمقراطية تحدث عن ملفات تعيق تفاهمات بغداد وأربيل، الاتحاد يفتح النار على من وصفهم بمشتري الفتن. تابعتم أيضا في نشرة المنتصف من الرابعة لمرحلتي المتوسطة والإعدادية انطلاق امتحانات نصف السنة، التربية تؤكد العام الحالي لن يتضمن دورا ثالث. إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، زورونا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وبالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى: فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم على كرمي وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.